بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، اليوم سنحاول أن نتطرق إلى هذا العنوان الكثير ما يرد في بكالوريات، هو مظاهر الحرب الباردة في آسيا. في آسيا قد يكون في الشرق الأقصى أو في الشرق الأوسط. إذا كان في الشرق الأوسط هو هنا تأخذ البلاد العربية، أو إذا كان في الشرق الأقصى جنوب شرق آسيا وأوروبا. إذا عندما يكون عندي سؤال بجزئين، حتما هنا الإجابة كيف ستكون؟ أولا أقول ألف مظاهر الحرب الباردة في أوروبا، هو حتما لن يرد مظاهر الحرب الباردة في الدولتين، قد يكون في آسيا أو أوروبا، إن ورد في القارتين شيء أيضا سهل للغاية. إذا ألف مظاهر الحرب الباردة في أوروبا. الآن نريد أن نتعرف على أهم العلامات، أهم المظاهر التي تدل بأن القارة الأوروبية كانت ميدانا للحرب الباردة. إذا من بين مظاهر الحرب الباردة، أولا سياسة الأحلاف العسكرية. هل هناك أحلاف؟ نعم، منها الحلف الأطلسي الناتو، أو حلف شمال الأطلسي، الذي تأسس في 4 أفريل 1949 بعد التوقيع على معاهدة واشنطن. هناك العديد من الدول وقعت على هذه المعاهدة، على رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا في أمريكا، أيضا عندنا فرنسا، عندنا بريطانيا، عندنا أيضا الدنمارك، عندنا أيضا النرويج، عندنا أيسلندا، عندنا بريطانيا، عندنا فرنسا، عندنا أيضا إيرلندا. ثم انضمت العديد من الدول، من بينها انضمت ألمانيا الغربية عام 1955، ثم انضمت تركيا، ثم انضمت ماذا اليونان. إذا قال لي بعض الدول المؤسسة للحلف الأطلسي، إذا عندك كندا، عندك الولايات، عندك فرنسا، عندك بريطانيا، عندك إيرلندا، عندك الدنمارك، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، هذه كلها، النرويج، هذه كلها دول مؤسسة للحلف الأطلسي، للحلف ثم انضمت إليه مجموعة ماذا من الدول. 2000 أيضا 2004 عرف هذا الحلف توسعا بانضمام ماذا دول من الكتلة الشرقية. إذا بعد التوقيع على معاهدة لندن، والهدف من هو ماذا؟ التصدي للمد الشيوعي، يعني إيقاف الزحف الشيوعي ماذا في القارة الأوروبية الذي بدأ بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، أي 1946، عندما بدأ الاتحاد الأوروبي ينشر في مذهبه في القارة الأوروبية، ما أدى إلى تخوف ماذا الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الزحف. وهنا أطلق وينستون تشرشل البريطاني مصطلحه الستار الحديدي في 46. إذن ثم اشتدت الحرب الباردة وقويت الحرب الباردة عام 1947، لاحظوا 46 نشط، 47 تبدأ ماذا المواجهة بين ماذا الطرفين. إذن التصدي للمد الشيوعي ونشر الأمن والسلم في شمال ماذا المحيط الأطلسي، أيضا الدفاع عن مصالح ماذا الدول الأعضاء في هذا الحلف، والوقوف إلى جانب كل دولة من أعضاء هذا الحلف إذا ما تعرضت لأي اعتداء ماذا خارجي. إذا أسس من أجل التصدي للمد الشيوعي، والكل نعرف أن الكتلة الشرقية أو الحرب الباردة يمكن أن نقول انتهت عام 1991، لكن هذا الحلف ما زال إلى يومنا هذا، إذا عكس حلف وارسو الذي تم ماذا حله. إذا لماذا لم يتم حل هذا الحلف؟ لم يتم حله لأن الولاية أبقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تريد ماذا أن تسود ماذا وأن تفرض ماذا نفوذها ووجودها ماذا على العالم. إذا لم تستطع سياسيا أو اقتصاديا، حتما ستلجأ ماذا لاستعمال القوة، وهذا ما لاحظناه على أرض الواقع، وهذا ما حدث ماذا في العراق، في العراق. إذا عاصمة هذا الحلف هي ماذا، أو مقر هذا الحلف بروكس، العاصمة ماذا بلجيكا، كما تطرقتم إلى في هذه الأمور في الدرس. إذا الحلف الآخر هو حلف وارسو. حلف وارسو هو الحلف الوحيد للكتلة الشرقية، يعني عندها حلف عسكري واحد، هو تأسس في 14 ماي 1905 ماذا و50، مقره يعني لاحظ جيدا 14 ماي 1955، تليها 5 ماي 1955، وهو اعتراف الاتحاد، او هو اعتراف الاتحاد السوفيتي ماذا بالمانيا ماذا الغربيه، بالمانيا الغربيه يليها تاسيس هذا الحلف. اذا مقره
بولندا عاصمة ماذا، أو مقر وارسو عفوا عاصمة بولندا. إذا والهدف منه حتما هو التصدي أيضا للتوسع أو للسياسة الإحلاف والتطويق الغربية. تم لاحظوا جيدا حل هذا الحل في 1 جويلية عام 1991، لأن احنا قلنا دائما بأن الاتحاد السوفيتي هو الذي بادر إلى إعلان سياسة ماذا التعايش، نظرا لبعض الظروف والأوضاع والدوافع التي دفعته إلى ذلك. سياسة المشاريع، إذا سياسة الإحلاف العسكرية عندنا الحلف الأطلسي، عندنا حلف وارسو، سياسة المشاريع لاحظوا منها مبدأ ترومان. مبدأ ترومان كلنا نعرف ترومان هو أحد رؤساء، هاري ترومان أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، الذي جاء مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، بعد فرانكلين ماذا روزفلت. إذا وحكم من 1900 لاحظوا جيدا 45 1900 ماذا واثنان ماذا وخمسون، إن بعد فشله في هذه الانتخابات لأنه أصبح ماذا غير مرحب به ماذا في الأوساط ماذا الشعبية الأمريكية، وجاء بعده إيزنهاور كما عرفتم ذلك في الدور. الى جانب مبدا ترومان عندنا هاري، مشروع هاري او مارشال عفوا، هذا المشروع نسبه الى وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه جورج مارشال في عهد الرئيس الامريكي هاري ترومان، اعلن او الذي اعلن عن هذه المساعدات التي قدرت بحوالي 12 مليار ماذا دولار، كانت موجهه ماذا لاوروبا في 5 جوان 1947. هو عندما قال اوروبا لم يقل لا اوروبا شرقيه ولا اوروبا غربيه، قال لاوروبا بما فيهم الاتحاد السوفيتي، لانه كان عنده نية، هذه النية تمثل في استقطاب أوروبا برمتها ماذا إلى الكتلة الشرقية، لكن الاتحاد السوفيتي كان متفطنا لسياسات ماذا والمناورات ماذا الأمريكية، فرفض هو هذا المشروع وضغط على الديمقراطيات الشعبية التي رفضت هي الأخرى، ووضع الاتحاد السوفيتي بديل عن هذا المشروع هي منظمة الكوميكون في 49. إذا إعادة إعمار أوروبا، استفادت من أوروبا الشرقية ورفضت الديمقراطيات الشعبية. إذا ما هو الهدف؟ هل فعلا هاري أو الولايات المتحدة الأمريكية كان هدفها هو ماذا إعادة إعمار أوروبا؟ بل كان نعم هدفها إعادة إعمار أوروبا، ولكن أيضا أهداف أخرى أكثر نجاعة، هي ربط أوروبا اقتصاديا وسياسيا ماذا بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التصدي ماذا للمد الشيوعي في أوروبا الغربية. إذا هذا فيما يخص مشروع ماذا مارشال. الأزمات الدولية منها عندنا أزمة برلين الأولى اللي كانت من 1947 عفوا إلى 1947، والتي أدت إلى تقسيم ألمانيا إلى قسمين، ألمانيا الشرقية وعاصمتها برلين، وألمانيا الغربية وعاصمتها ماذا بون. إذا الأزمة برلين، إذا بدأت، إذا لاحظوا جيد 1946 بدأ الاتحاد السوفيتي في نشر مذهبه في الديمقراطيات ماذا الشعبية، مما أثار مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك ردت من خلال مبدأ ماذا ترومان، ثم يجي مبدأ هاري مارشال، ثم مشاريع ماذا الأخرى والأحلام. إذا الحرب الباردة ما تشتد، بدأت في 46 ثم اشتدت عام 1947، والدليل على ذلك معظم المظاهر التي تدل على أن الحرب الباردة تبدأ من 7 ماذا و40. قلنا ثم عندنا أزمة برلين الثانية، تمثلت في جدار أو بناء جدار برلين، كان هذا حيث الذي بناه أو يعرف أيضا بجدار الحار الذي بناه الاتحاد السوفيتي في 13 أوت 1961، والذي يفصل برلين الشرقية وعن برلين ماذا الغربية. إذا لماذا بناه الاتحاد السوفيتي؟ لأنه عندما لاحظ بأن هناك ماذا هجرة من كبيرة من برلين الشرقية نحو برلين ماذا الغربية، فقام ببناء هذا الجدار الذي تم تحطيمه في 9 نوفمبر 89، معلنا ما بماذا بعودة ألمانيا إلى الوحدة، وكان ذلك فعلا في 3 أكتوبر من عام 1990. من بين المظاهر الأخرى الحرب الباردة في أوروبا، انقسام أوروبا في حد ذاتها إلى قسمين، أوروبا الشرقية الشيوعية وأوروبا الغربية ماذا الرأسمالية، وأيضا ظهور ما يعرف هنا ظهر ما يعرف بالستار ماذا الحديدي، الستار الحديدي الذي أطلقه ماذا والمصطلح الذي أطلقه وينستون ماذا تشرشل في 1946. أيضا سياسة الاحتواء والتطويق الأمريكية ضد ماذا الاتحاد السوفيتي، تريد الولايات المتحدة الأمريكية تطويق وعزل الاتحاد السوفيتي.